يعني احنا شايفين حبيبي ما شاء الله انت ماسكه شويه ميداليات كده حاجه جميله، ما تكلمينا كده عن كل واحده منهم. دي ميداليه القاهره فردي ودي جماعي ودي ميداليه الجمهوريه فردي. ما شاء الله. طب انت عشان تحتفظي يعني او يعني توصلي للصداره في بطولات مختلفه، مشوار بقى طويل وطبعا تعب ومنافسات ومباريات كتيره، اصعب مباراه سواء على مستوى بطوله القاهره او بطوله الجمهوريه، اصعب ماتشات انت عديتي بيها الفتره الاخيره؟ هو يعني في ماتشات صعبه وفي ماتشات يعني ما اقدرش اقول ان في ماتشات سهله لان مفيش حاجه سهله. بس هو طبعا اكتر الماتشات بتبقى وانا مصابه، اغلبيه البطولات اللي بلعبها بتبقى وانا مصابه، انا لعبت بطوله الجمهوريه وانا مصابه. ومع ذلك كسبتي ما شاء الله. الحمد لله. فهي كان ايه نوع الاصابه اللي عندك؟ كان عندي مزق في الانكل. ومع ذلك خضتي المنافسات. الحمد لله. طب هو مش المفروض ان ده ما يبقاش؟ هي قعدت 3 اسابيع قبل بطوله القاهره مريحه خالص. كان في فتره استشفاء كافيه يعني. هي كانت يعني الحمد لله كان القدر وهي بتجري، اتكعبلت اصابه كان شيء قدر يعني قبل بطوله مهمه. اتمرنت تقريبا تمرينه واحده فول باور قبل بطوله القاهره، الحمد لله ربنا كرمه وقدرت تجيب اول القاهره. بطوله الجمهوريه كانت منافسه قويه جدا اكيد. بس هي تعبت طول السنه ولما رجعت من الاصابه تعبت جدا، مع ان الفاصل بين القاهره والجمهوريه كان قليل، بس اتمرنته بشكل يعني مستميت بصراحه، والحمد لله ربنا كرمه وكانت قد المسؤوليه جدا في البطوله يعني. طب انتوا يعني بطوله ورا بطوله ورا بطوله، هل ده بكلمك بقى دلوقتي كاحدى لاعبات المنتخب كمان، يعني هل بيبقى عندك وقت مثلا لمعسكرات مريتوا بده الفتره اللي فاتت، ولا مثلا كورونا اثرت على التفصيله دي؟ هو فتره كورونا اثرت على موضوع ان احنا يبقى في معسكر وكده، لو بيبقى فيه بتبقى قبل بطوله مهمه. لو بطوله معسكرات داخليه بقى مفيش فرصه للسفر بره يعني. لا اوكي.